أصداء الأهلي وأدائه. معنا من الجزائر المحلل الرياضي والكابتن والمدرب الزميل الكابتن حكيم السبع. مساء الخير يا كابتن حكيم. مساء الخير أستاذ إبراهيم، ومساء الخير أستاذ عدلي، أهل مساء الخير لكل الجماهير الأهلاوية الأعزاء والشعب المصري الشقيق. تحياتنا ليك ولكل الأشقاء في الجزائر. الله يحفظك كابتن حكيم. متابع أداء الأهلي في البطولة الأفريقية؟ أكيد، ومن لا يتابع أداء الأهلي؟ الأهلي كبير القوم في البطولات الإفريقية. طيب كيف ترى يعني خسارة كبير القوم في مباراة سان داونز، وكيف تنظر لمباراة السبت مع المريخ السوداني؟ والله العظيم شوف، أنا يمكن أني أعيد وأسهب في كل ما قاله الزملاء المحللون في البرنامج، وما قاله وما قلناه كذلك في الاستديوهات التحليلية، أن الأهلي الآن هو ضحية تعب وإرهاق بدني نتيجة أو جراء للظهور الكبير للمنتخب المصري في البطولة الأممية الإفريقية في الكاميرون مؤخرا، وكذلك أداؤه ووصوله إلى غاية آخر مباراة يمكن أن تلعب في البطولة العالمية للأندية. إذا الأهلي الآن هو يعيش في إرهاق بدني. موسيماني يحاول أن يعمل أو يعمل تبديلات أو يعمل رتوشات على الفريق لكي يبقى دائما يلعب على كل المنافسات، لأن الأهلي من الأندية التي لا تلعب فقط على منافسة واحدة، يجب أن تلعب على المنافسات المحلية والخارجية. إذا هذا هو الفخ الذي سقط فيه الأهلي، وهو التعب البدني، إرهاق شديد. والدليل أنه أمام سان داونز الموسم الماضي، سان داونز خرج من الأهلي في الربع النهائي من بطولة إفريقيا أو تشامبيونز ليج إفريقية، لكن هذا الموسم نحن نعرف أنه موسيماني كان مدربا لسان داونز. موسيماني هو من فاز مع سان داونز في التشامبيونز ليج. سان داونز فريق رئيس، هو فريق أو نادي رئيس الكونفدرالية الإفريقية، هو فريق غني، فريق عنده كل الإمكانيات يمكن أن يجابها الأهلي من ناحية الإمكانيات، لكن الأهلي سقط كما قلت في فخ التعب، ولكن كذلك هناك بوادر أن الأهلي وصل كذا مرة إلى مرمى سان داونز، ولكن سان داونز كان عنده حارس عملاق اسمه ميام أميوني، وهو الحارس الزامبي، حارس المنتخب الزامبي، وهو كذلك بديل للحارس الأسطورة اليوغندي دينيس أونياغو منذ 8 سنوات. إذا الأهلي كان يواجه كذلك حارسا عملاقا، فقد عرف كيف يتصدى لكل محاولات الأهلي، والدليل أنه أمام فاركو الأهلي تمكن من تسجيل 4 أهداف ما لم يمكنه أن يعمله مع سان داونز، رغم أنه شريف أو عبد القادر أو الطاهر حاولوا، لكن كذلك الشحات أو أفشا بتغييراتهم، يعني أمام فاركو خصوصا أفشا أمام فاركو تمكن من إعطاء الإضافة، والأهلي رجع إلى مستواه التهديفي، ولكن الأهلي يجب أن يعمل بحذر أمام المريخ السوداني، لأنه لو نعود إلى مباراة الهلال السوداني، هو لعب ضد فرق تتكتل دفاعيا في كتلة منخفضة جدا، والأهلي يستنزف بدنيا على غير عادة سان داونز الذي يعرف كيف يلعب الأهلي، يعرف كيف يفكر موسيماني، وهذا ما سهل له بعض الشيء المأمورية. كذلك نعود كيف سجل سان داونز الهدف، الأهلي ليس له أي خطأ، ولكن ممكن أن نقول أنه كذلك التعب وبعد الشناوي عن المنافسة الرائعة لعودته من الإصابة، هدف لا نقول أنه يسأل عليه، ولكن ردة الفعل أو غلق الزاوية كان جيدا، ولكن ردة الفعل كان غريبا إذ أنه لم يحرك حتى ذراعيه، وهذا يعود كذلك إلى النيروميسكيولر والفيزيال بيرسيبشن، يعني تحس أنه الشناوي بعيد نوعا ما من عن المنافسة، وهذا ربما يمكن أن يؤثر عليه في مباراة سان داونز. لكن أمام المريخ السوداني أظن أنه المباراة ستلعب يوم السبت إن شاء الله، وأظن أنه سيناريو سيكون كتلة منخفضة دفاعيا من طرف المريخ، سيحاول بالمرتدات خطورا، خصوصا في عودة مهاجمين خطيرين جدا، وهو سماني الصاوي وكصانع ألعاب وقلب هجوم مهمي، وهو رمضان العجب. إذا الأهلي الآن هو مطالب أنه يعود في هذه المنافسة، وأظن أنه سيعود نظرا لأنه ستكون هناك مباراة
هو يكفيه أن يفوز على المريخ وعلى الهلال ليرجع إلى المنافسة، والربع النهائي أو الثمن النهائي سيكون هناك كلام آخر. وأظن أنه بطريقة العمل التي ينتهجها من موسيماني في تغيير اللاعبين، في استعمال كل اللاعبين في المباريات التي يجب أن يستعملهم فيها، ستكون بادرة خير على الأهلي في السابع فيما بقي من المنافسة إن شاء الله. كابتن حكيم، وانت بتتكلم على حارس المرمى الزامبي، حارس صن داونز، ازاي شايف الخطأ اللي حدث من الحكم رضوان جيد في عدم طرد الحارس برغم لمس الكرة بره خط ال 18؟ وهذا ما قلته انا، واقول واعيده واكرره، انه صن داونز رئيسها الشرفي ورئيسها الاسبق هو موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم. لو كان هناك فار لكنا رجعنا الى الخطا، ولكان مويني خرج بالبطاقه الحمراء. ولكن هذا يجب ان نلوم رضوان جيد، لاننا يجب ان نضع نفسنا في مكان الحكم كذلك. الحكم هو معرض الى ضغوطات ذهنيه، الى تعب، الى اداء بدني. اذا دعنا نقولها بدبلوماسيه، هي هو خطا انسان، ولكن ان شاء الله ان هذه الاخطاء لا تتكرر في حق الاهلي. يعني الحقيقه رؤية ثاقبة جدا في كل الأمور، وعجبني جدا يعني إجابة دبلوماسية بتنطوي على إجابة يعني أخرى أخرى غير دبلوماسية. إحنا يعني عارفين إن سهرناك وإن الوقت عندك متأخر، متشكرين جدا جدا، وهنلتقي بإذن الله في القادم من الأيام أكثر من مرة ان شاء الله. ان شاء الله ونلتقي مع الاهلي في الربع النهائي والنصف النهائي ولما لا النهائي باذن الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لكابتن حكيم سبع، المحلل والمدرب الجزائري اللي ليه الحقيقه حضور كبير في الاعلام الخليجي بحكم تحليلاته الواسعه.